السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكل حبايبنا ومشاهدينا ومتابعينا من أنحاء العالم والوطن العربي على قناتكم قناة الصيد مع زيزو. دايما بيجيلي رسائل كتيرة، المشكلة زيزو إن الطعم بدأ يبقى غالي، تجيب حبة صغيرين يعملوا كذا. دايما مشكلة غلاء الطعم أو محلات الصيد لما بتغلي طعم الصيد اللي أنت بتستخدمه، دي بتبقى مشكلة بتقابلك أوريدي في صيد السمك. اكلمكم بصراحه، انا ما اعرفش دلوقتي اسعار الدود الزراعه والحاجات دي كام، لان انا اكلمكم بصراحه، انا اخر مره اشتريت الدود ده كان من اكتر من سنتين ثلاثه، وانا هشرح لكم النهارده ازاي انا عمري بقى اكتر من سنتين ثلاثه ما بشتريش الدود ده. حلقه النهارده ان شاء الله هنتكلم ازاي تعمل المزرعه بتاعت الدود بطريقه سهله جدا بدون مخلفات او قمامه، وازاي تحافظ عليها باقصى ما يمكن فتره طويله. ودلوقتي ان شاء الله هنبدا حلقتنا. بصراحة أنا مش عايز أعمل حلقة إن أنا أقضي فيها نص ساعة جايب لكم صندوقين بلاستيك وأقعد أخرم فيهم، بصراحة مش عايز أضيع نص ساعة من وقتكم في تخريم صناديق، لأ، بس إحنا هنتكلم دلوقتي في المهم، الكلام المهم. أنا هتكلم عن التجربة الخاصة بتاعتي اللي عندي أنا شخصيًا، اللي أنا جايب صندوقين، واحد يكون غامق بأقصى ما يمكن عشان يحمي من الشمس، والتاني أي لون مش مهم، بس أهم حاجة الصندوق الغامق ده ينفع يخش جوه الصندوق العادي الشفاف او ايا كان. الصندوق الغامق ده هنخرمه من تحت ومن الغطاء بتاع الصندوق. تمام، حلو قوي الكلام لغايه هنا. تاني خطوه هنجيب ورق كرتون، اذا كان الورق بتاع البيض مثلا او اي كرتونه شيبسي مثلا، تاخد الكرتونه بتاعتها نبلها شويه ونحطها في الارضيه بتاعت الصندوق. حلو قوي الكلام لغايه هنا. تاني خطوه هنجيب الطينه بتاعت الارض، اي ارض زراعيه، وعشان كده انا حملت الحلقه دي النهارده، لان احنا دلوقتي فاضخين على فتره الخريف والشتاء، يعني مثلا بقى الدنيا بدات تشتي كتير، الارض بقت مبلوله، الموضوع تبقى اسهل بكتير ان انت تخرج الطين ده بطريقه سهله، ان انت تحطه جوه الصندوق بحيث ان هو يكون مطري، لازم يكون مبلول شويه مثلا. جميل، هتجيب الغطا تقفله نخرمه كده، خلصنا المزرعه يا جماعه من غير العك وكلام كتير كده. المزرعه احنا دلوقتي هنتكلم على اهم ثلاث نقط في المزرعه اللي انت بتاع المزرعه بتاعتك. اكتر من كده هو في حلقات، في ناس مثلا يقول لك مثلا حط كذا وكذا وكذا، كل ده ماشي، بس هل ليه لازمه؟ ده اللي هنفهمه النهارده في الحلقه دي. اول حاجه هتحتاج عشان تحطها في المزرعه بتاعتك في الطينه دي، هتحتاج قشر البيض. وقشر البيض ده لازمته ايه؟ كل لازمته ان هو يعمل حموضه التربه. يبقى التربه مثلا الهيوميديتي بتاعها او الحموضه بتاعت التربه صالحه على طول. دي فكره بس قشر البيض. ده مش غذاء، ده هي بس للتربه. تمام. جينا خلصنا من الارضيه بتاعت التربه ذات نفسها. هنيجي على الدود. في الطريقه اللي انا شرحتها في حلقه سابقه اللي انتوا ازاي تخرجوا الدود من الارض. في الطريقه دي، وفي مثلا لو انت مثلا اشتريت كميه طعم من كام يوم مثلا ورايح تصطاد بيهم، وانت راجع باقي الدود اللي متبقي معاك هترميه جوه الصندوق ده. الدود اللي هيبقى معاك ارميه جوه الصندوق. تمام؟ هو بقى هياكل ايه؟ دي بقى السؤال اللي كل الناس بتقول لك لا ده بياكل زباله، لا بياكل كذا، ده بياكل كذا، ده بياكل كذا. طيب يا تقنعني واقنعك. دلوقتي الدود وهو اساسا تحت الارض بياكل ايه؟ هل بياكل عيش؟ هل بياكل مكرونه؟ هل بياكل بواقي القهوه؟ تحت الارض؟ لا. ما فيش الكلام ده تحت الارض. طب هو بياكل ايه بقى تحت الارض؟ بص يا جماعه، هو كطبيعه الدود ده بياكل، الفكره بتاعته بياكل لما اوراق الشجر تقع على الارض ومثلا يجي عليها مطره او تبدا تدوب بالبلدي يعني، والناس طبعا بتمشي عليها والكلام ده، بتنزل تحت الارض. في اللحظه دي هو بيتغذى على اوراق الشجر لما بتكون مبلوله او تكون مثلا جافه. دي فكرة الدود، ده اللي بيتغذى عليه في الطبيعة، ده بتكلم عن عالم الطبيعة ذات نفسه، ان دوت غذاء الدود. طب ما احنا يا جماعة نستنتج كده ان لو انت جبت شوية ورق شجر وحطيته في المزرعة دي، ما انت كده كنت اكله من غير ولا زبالة، من غير ولا ده ولا ده ولا قمامة ولا اي كلام. بس هو الورق الشجر ده هتجيبه، يا اما مثلا في وقت الخريف والشجر ورق شجر مثلا جاف، هتاخد شوية منهم وتحطهم جوه وتبلهم طبعا مثلا او كده. هو ده الاكل بتاعه. انا بتكلم عن تجربه انا بقالي سنتين فيها والله. انا دي المشكله فعلا، انا بقالي اكتر من سنتين
ما اعرفش الاسعار اساسا بتاعت دول، لاني فعلا بقالي سنتين ما بشتريش. في ناس كتير تسالني وانت تجيبه منين؟ انا والله ما بشتري يا جماعه. هو اللي انا بقول لكم عليه ده اللي انا عامله عندي، هو ده اللي بستفيد منه، ولا كلمه زياده ولا كلمه اقل. دي بالنسبه للموضوع. طيب طبعا احنا زي ما قلنا هجيب الدود ومحتاج. طيب الدوره دي كلها زيزو بتاخد قد ايه؟ الدوره دي بتاخد لها شهرين يا جماعه. هتاخد شهرين مش هتستفاد منها بحاجه، بس هتقعد بعد كده طول العمر تستفيد منها. طول العمر بتستفيد منها ازاي؟ لان انت مثلا الحبه اللي انت حطيتهم النهارده اذا كان مثلا ربع كيلو نص كيلو، بعد شهرين بقوا اكتر من كيلو. هتاخد منهم ربع كيلو تروح تصطاد وهكذا، والباقي هترجعه. هتمشي على الدوامه ديت هتلاقي نفسك عمرك بعد الشدود تاني. دي الطريقه اللي انا بستخدمها، انا بتكلم عن تجربه خاصه بيا، ولا بقول افتكاسات ولا بقول طريقه مش عمليه. ده اللي عندي دلوقتي، ده اللي انا بتعامل فيه عشان خاطر اعمل الدود بتاعي. واحد يجي يسالني يعني انا دلوقتي يا زيزو اروح اجيب لي ربع كيلو عشان اقعد شهرين يطلع لي كيلو وخلص الكيلو في يومين وخلصت؟ لا يا جدعان، فهمتني في الحته دي غلط. انت دلوقتي بعد ما يعني انا بقول لك هياخد شهرين عشان يبقى بالغ للتكاثر، عشان موضوع التكاثر ياخد له شهرين، لكن بعد الشهرين دولت هتلاقي كل شهر المواضيع سايله بطريقه الاضعاف، بطريقه اضعاف الاضعاف. ولذلك لو انت حابب ان انت تكبر المزرعه بتاعتك هات الصندوق اكبر. يعني ايه هات الصندوق اكبر؟ حق الدود عامه بطبعه لو اتلقى ان المناخ اللي هو فيه او الصندوق البلدي اللي هو عايش فيه ده حجم اخره ما بيتكاثرش اكتر، لانه بيتاقلم على المنطقه اللي هو فيها. فانت لو جبت صندوق اكبر عملت كميات اكبر في خلال نفس الشهر او الشهرين. طبعا لو اتكلمنا بقى على خلال المزارع ذات نفسها اللي بتعملها، بيجيبوا صناديق حاجه مثلا حاويات عشان يعملوا الكميات المهوله دي. بس طبعا انت عشان في البيت مش محتاج تجيب الصناديق. انا مثلا في الدود مثلا انا مش بستخدمه كتير قوي في الصيد، فبتجيب لي عامل لي مزرعه صغيره. انت لو حابب تستخدمه اكتر هات الصناديق اكبر، بدل ما تبدا بربع كيلو ابدا بكيلو. في خلال الشهرين دولت انت وصلت ل 5 ولا 10 كيلو. فهي الفكره كلها ان انت على حسب الكميه اللي انت عايزها، مش الفكره مثلا ان كل شهرين اخلص كيلو وابدا تاني من اول جديد. لا طبعا، هي الفكره انا قلت كمثال، فكره انها كمثال. لو انت بدات مثلا بربع كيلو ومثلا بقى كيلو معاك في خلال شهرين، بس الكيلو ده جاهز للتكاثر، جاهز للتكاثر، انت في خلال شهر اتلاقي الكميه بقت اضعاف. لذلك لو انت حابب الكميات تبقى كميات كبيره ممكن تجيب لك صندوق كبير. هتلاقي الصندوق كبير في خلال شهرين بقى عندك بعشرات الكيلوات، ده صندوق كبير فعلا شويه. بس دي نقطه مهمه كنا لازم ننوه عليها برضو دلوقتي. تمام يا عم زيزو، ماشي هنحط ورق الشجر وهنبقى طعم. بس يا عم زيزو ما ينفعش مثلا اي حاجه تانية تتحط يبقى اكل ليه مكان مثلا ورق الشجر؟ برضو ممكن انا مش عايش في حته فيها اوراق شجر، يعني عايش في اي حته بس انا مش عايش حته ما فيهاش اوراق شجر. يا عم زيزو مفيش اي حاجه يا عم، احنا في الصيف مفيش اي حاجه مفيش ورق شجر اساسا على الارض مثلا او كده، مفيش اي طعم تاني. بص يا عم انت دلوقتي انا قلت على ورق الشجر لانه كفكرته ان هو طبعا حاجه طبيعيه بياكلها، وفي نفس الوقت ولا هتعمل ريحه وحشه ولا بتاع. بس لو انت سالتني هو بياكل ايه تاني؟ بياكل حاجات تانيه، بياكل بقى حاجات تانيه، بس تدور دايما على بواقي خضار. مثلا عملت شويه كوسه القشر بتاعها على او قشر فاصوليا ولا اي حاجه زي كده، بقى الخضار تبقى جميله. انا مش حابب فكره يعني حتى اوراق الشجر الخشب بتاع الشجر ما تحطوش غلط. يعني دي المشكله، ان في انواع من الطعم او انواع من الكمامه مثلا او بواقي الاكل لو انت حطيتها هتبقى غلط على المزرعه، مش هيتأقلم، مش هياكل منها. فعشان كده انا لو عايز تقنن بالاخر حط التلاتة دول بس، يا اما هتحط ورق الشجر يا اما بواقي الخضار ايا كان نوع الخضار، حتى لو او فواكه. طبعا اي نوع فواكه او خضار بالبلدي، اي نوع منتج جاي من الارض بالاخر، بواقي اي نوع جاي من الارض ده اللي ممكن تحطه ان هو يتغذى عليه. لكن فكره دوت وده 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 ده ما هي انك تعمل ريحه مش اكتر. هو ممكن يتغذى عليها، يعني برضه ممكن يتغذى على حاجات تانية، بس في حاجات تانية ممكن اساسا تموت، ممكن اساسا يعني تدمر المزرعه. بس زي ما بقول ورق شجر، خضار، فواكه،
اكتر من كده ما تحطش اي نوع تاني من الاكل او اي حاجه ليه. ديت اهم حاجات ممكن تحطها. طيب سؤال تاني، مثلا يا زيزو انا مش عايز اعمل المزرعه بس انا عايز احافظ على الدود اللي عندي باقصى ما يمكن، وانت ازاي بتحافظ على الدود؟ انا بحافظ على الدود عن طريق نفس الحركه، بجيب شويه طينه وبحطها جواها مع ورقتين شجر بس، اللي هي بستخدم بالبلدي يعني، بجيب اي علبه بلاستيك من غير ما اخرم طبعا بقى بتاع، لان انا مش عايزهم يتكسروا، انا عايز بس احافظ عليهم لفتره طويله. هجيب اي علبه ولو فيها خرم واحد يبقى جميل قوي، بس لو مثلا لتغيير الهواء هجيب اي علبه هتحط فيها شويه ورق شجر مع الدود اللي موجود بس، تمام. دوت الطريقه اللي انا بعملها، بحافظ عليها على الدود يا جماعه، يعني بتقعد معايا بالموضوع ده اكتر من 3 اسابيع يعني، بالحركه دي كده بس بتقعد معايا الدود اكتر من اسابيع على الاقل، بكلمكم بصراحه اللي بيحصل معايا. وطبعا في درجه حراره يفضل انها تكون مثلا من 5 ل 7 درجات، فحطيتهم بقى في ثلاجه، الجو بره البيت عندكم فوق السطح ايا كان، بس اهم حاجه يكون من 5 ل 7 درجات، ديت الدرجات اللي انت هتحافظ عليها لفتره طويله. وبكده يبقى وصلنا لنهايه حلقه النهارده، ودلوقتي شرحنا ازاي نعمل المزرعه وازاي نحافظ على الدود باقصى ما يمكن، وطبعا طريقه استخراجه انا هسيبه بعد الحلقه دي ان شاء الله تحت في اول كومنت تحت الفيديو ده، طريقه استخراجه من تحت الارض. وكده يبقى وصلنا زي ما قلنا لنهايه حلقه النهارده، واتمنى انها عجبت حضراتكم، وما تنسوش لو حلقه النهارده عجبتكم محتوى القناه عجبكم، ما تنساش الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ومع الف سلامه.